بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يطيب لي في هذه اللحظات في بداية العام الهجري الجديد أن نفتتح هذا الشعار، شعار اتخذنا لهذا العام، الإدارة بالمحبة. وهذه الفكرة الحقيقية أتت من خلال فترة زمنية، وهو من باب اختيار هذا الشعار ليكون ديداً لهذا العام لنا جميعاً. ولو لم أشعر بهذا الشعور لم اخترت هذا الشعار. الحمد لله نحن نشعر خلال الفترة الحقيقية الماضية التي عملنا بها سوياً أن المحبة هي أساس كل عمل، ولعلها تنتقل من السلطات العليا إلى السلطات الأدنى من زملائنا في بقية الجهات، سواء كان في المستشفيات أو بقية الإدارات المديرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام الهجري الجديد هو عام خير وبركة على أمة الإسلام عموما وعلى دولتنا خصوصا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الشعار تطبيقا بين زملائنا في المديريات وفي المديرية والمستشفيات، تطبيقا لهذا الشعار وامتدادا لشعارنا السابق انا مؤتمن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قرب دكتور عبد الله، قرب تأكد الشباب انه فيك النور. لا خلو يذوق اول واحد. تحس ربطوا على خامة. سبوت جبت حنيني يعني. هاي من فرحات نجيب ان شاء الله مرة ثانية. اشتروا لي. من بيت يا والله. اي والله. في الشعر اللي يجي ان شاء الله حنين مثل الحميسه. وقبل ما لك وش القصه بالمحبه لانه نصر فاضي.